انا هحتاج بقى للشمام او الكنتالوب او البطيخ الاصفر، وده بيكون شكله. الشمام بيكون مذهل في تفتيح البشرة لانه بيكون غني جدا بفيتامين سي اللي بيفتح ويبيض البشرة، كمان بيجدد الخلايا فيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك، وبيكون مضاد للشيخوخة لانه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. كمان الشمام ده من الحاجات الفعالة جدا في التخلص من البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية ومن الكلف ومن النمش. الشمام كمان بينعم البشرة جدا وبيرطبها، فيكون مفيد لأصحاب البشرة الجافة. كمان بيعمل على تجديد البشرة لأنه بيخلصك من خلايا الجلد الميت. الشمام بيكون مناسب جدا لفصل الصيف لأنه بيعالج الالتهابات الجلدية الناتجة عن حروق الشمس، كمان بيقضي تماما على حب الشباب وأثاره على البشرة. لعمل الوصفة بقى، أنا هحتاج لحبة واحدة من الشمام. أول خطوة أنا عملتها إن أنا غسلتها كويس جدا بالمية وضفت على المية معلقة صغيرة من الخل، وبعد كده نشفتها لأن أنا هحتاج القشور دي، فلازم تكون نظيفة جدا وأتأكد من نظافتها. أنا قسمت بقى حبة الشمام بالشكل ده، وهستفيد بقى دلوقتي بكل جزء موجود فيها لأن كل جزء فيها بيكون غني جدا بالفوائد. أول حاجة هبتدي بقى أخدها دلوقتي من الشمام هتكون البذور دي، هخرجها بالمعلقة بالشكل ده كده، هاخدها كلها. خرجت كده البذور من الجزء الأول، برضو هخرجها من النص التاني برضو بنفس الطريقة بالمعلقة كده، ولو فيها برضو كمية من السائل بناخدها برضو عشان نستفيد بيها، نحطها كده في الطبق. وبكده أكون خرجت المكون الأول وهو بذور الشمام، وده بيكون بقى شكل البذور، بخرجها بالسائل اللي موجود فيها بالشكل ده. بعد كده هقطع الشمام ده لشرايح بالطريقة دي كده، وبعد كده هقشره. انا قشرت بقى كده الشمام، هبتدي بقى اخد القطعة اللي انا قشرتها دي واقطعها لقطع صغيرة. انا قطعت بقى كده الشمام لقطع صغيرة، وبكده بقى عندي 3 مكونات وهي القطع والبذور وكمان القشور. بعد بقى ما جهزت الـ3 مكونات الأساسية وبكده نكون استفدنا بكل جزء في الشمام، هنبتدي بقى دلوقتي في عمل الوصفات. عمل الوصفة هحتاج لقشور الشمام بس من غير أي إضافات، القشور دي بتكون غنية جدا بالفوائد. بتاخدي بقى القشور دي بعد ما بتقشريها وتدلكي بيها الوجه والرقبة وكمان الإيدين، وتقدري تستخدميها لأي منطقة غامقة في الجسم. بتدلكيها بقى لمدة 3 أو 4 دقايق لغاية ما بتتخلصي تقريبا من السائل اللي موجود فيها، وبعد كده بقى بتسيبيها على البشرة لمدة 1/3 ساعة، وبعد كده بتشطفيها في الأول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة. القشور دي بقى تقدري تستخدميها بشكل يومي بنفس الطريقة دي، يعني تقدري تستخدميها كل يوم، ومع المداومة والانتظام عليها تديكي نتائج مبهرة في تفتيح البشرة. بتفتح البشرة جدا وبتقضي تماما على البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية، وكمان بتقضي تماما على الكلف وعلى النمش. كمان القشور دي بتعتبر منظف هايل للبشرة لأنها بتزيل خلايا الجلد الميت وبتقضي تماما على حب الشباب وأثاره على البشرة. كمان هي بتعالج الالتهابات الجلدية الناتجة عن حروق الشمس، يعني تقدري تستخدميها على أي منطقة يكون فيها حروق شمس أو فيها اسمرار من آثار الشمس. أنا هجيب بقى مكعبات الشمام اللي أنا قطعتها وهبتدي بقى دلوقتي أضيفها في الخلاط. انا جبت بقى كده الخلاط وابتدي بقى اضيف فيه مكعبات الشمام، بسم الله، وهضيف معاها معلقه واحده بس كده من الميه عشان تسهل الخلط، مش اكتر من كده عشان ما اقللش من فوائد الشمام. بعد كده بقى هبتدي اخلط المكونات دي لغايه ما تنعم كويس جدا. خلطت بقى كل المكونات كويس جدا. بعد كده بقى هجيب مصفى تكون ضيقه وهبتدي بقى اصفي الخليط ده. هبتدي بقى كده اصفيه. باستخدام بقى المعلقه هفضل اضغط عليه كده لغايه ما اصفيه كويس جدا، وهنزل كل السائل اللي موجود فيه، وده بيكون بقى شكل العصير بعد ما صفيته، شايفين رايق جدا. انا هحتاج لمعلقه من الدقيق الابيض، والدقيق الابيض ده من الحاجات الهايله في تفتيح البشره، بيفتح البشره بشكل مذهل، كمان بيقضي تماما على البقع البنيه الداكنه والتصبغات الجلديه، وبيكون مضاد للشيخوخه. هبتدي بقى دلوقتي اضيف على عصير الشمام معلقه كده من الدقيق الابيض. هبتدي بقى دلوقتي اخلط الدقيق كده مع عصير الشمام لغايه ما المكونات دي تندمج كويس جدا على البارد في الاول، عشان بعد كده مرفعها على النار ما تعملش اي كتل او كلك. يعني هدوبها بقى كويس. انا خلطت بقى كده خلاص كل المكونات مع بعض على البارد لغايه ما دابت كويس جدا كده مع بعض، وبكده خلاص بتكون جاهزه. هاخد بقى دلوقتي المكونات دي وارفعها في حمام ميه سخنه لغايه ما قوامها يتقل ويبقى زي الكريم. حمام الميه السخنه بيكون عباره عن طبق بحط فيه كميه من الميه وارفعه على النار لغايه ما يغلي،
بعد كده بحط فيه الطبق اللي فيه المكونات، يفضل مستمرة في التقليب بقى على النار لغاية ما قوامه يتقلب زي الكريم، ومش برفع ايدي منه خالص لان قوامه بيتقل بسرعة جدا. برفع بقى دلوقتي المكونات دي على النار وبعد كده نشوف شكله. ده بيكون بقى شكل الكريم بعد ما رفعته من حمام المية السخنة. شايفين قوامه ناعم وكريم ازاي، مفيهوش اي كتل وناعم جدا. المكون بقى اللي هضيفه دلوقتي على الكريم هتكون معلقه من زيت الليمون، وزيت الليمون ده من اروع الزيوت اللي بتفتح البشره جدا وبتقضي تماما على البقع وعلى الحبوب واثرها كمان على البشره، بس ده طبعا لو بشرتك مش حساسه، لكن لو بشرتك حساسه هتستبدلي معلقه زيت الليمون بمعلقه من زيت اللوز الحلو. بقى دلوقتي على الكريم معلقه كده من زيت الليمون. هبتدي بقى بخلطه زيت الليمون كده مع كريم الشمام، وبرضه زيت الليمون ده من الحاجات اللي بتكون غنية جدا بفيتامين سي اللي بيجدد الخلايا وبيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك، فيكون برضه مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد. خلطت بقى كده المكونات كويس مع بعض لغاية ما بقى خليط متجانس بالشكل ده، وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم. كمان الكريم ريحته حلوة جدا. هجيب بقى دلوقتي علبة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهبتدي بقى اضيف فيها الكريم، وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم. بقفل بقى على العلبة واحفظه في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام في التلاجة لمدة اسبوع واحد بس، وبعد كده نجدد الكمية تاني. فيفضل ان انا اعمل كمية صغيرة تكفي لمدة اسبوع وبعد كده نجددها، وده طبعا بيكون افضل. طريقة استخدام الكريم، الكريم ده يفضل ان انا استخدمه على بشرة تكون نظيفة، يعني بغسل البشرة كويس جدا في الاول وبعد كده بنشفها وبعد كده بستخدم الكريم. افضل طريقه بقى ممكن تنضفي بيها بشرتك انك تجيبي بواقي الشمام اللي احنا صفيناها في الاول وتفركي بيها بشرتك وتسيبيها على البشره لمده 5 دقايق وبعد كده تشطفيها بالميه، او ممكن تضيفي عليها معلقه صغيره من السكر وتدلكي بيها بشرتك وبعد كده برضو تشطفيها بالميه. بعد كده بقى هتاخدي من كريم الشمام وتفرديه على الوجه وعلى الرقبه وكمان على الايدين، وتقدري تستخدميه على اي منطقه تكون غامقه في الجسم. هتدلكيه بقى باطراف اصابع ايديكي لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده هتسيبيه على البشره لمده نص ساعه، وكمان لو حابه انك تسيبيه من بالليل لغايه الصبح ممكن تستخدميه قبل النوم مباشره. هتدلكيه برضو على البشرة وتسيبيه بقى لغاية الصبح، هيديكي نتيجة هايلة لأن الكريم ده برضو بيكون ناعم جدا وبتتشربه البشرة بكل سهولة. وسواء بقى سبتي الكريم على بشرتك لمدة نص ساعة أو سبتيه من بالليل لغاية الصبح، فأنت لازم تشطفي بشرتك. هتشطفيها بقى في الأول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة. الكريم ده بقى تقدري تستخدميه من 2 ل3 مرات أسبوعيا، وأفضل وقت لاستخدامه هيكون بالليل قبل النوم. على المداومة بقى والاستمرار على استخدام كريم الشمام بانتظام هيديكي نتائج هايلة في تفتيح البشرة، بيفتح البشرة بشكل مذهل لأنه بيكون غني جدا بفيتامين سي اللي بيفتح البشرة، كمان هيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك لأنه بيجدد الخلايا، وكمان بيكون مقاوم للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. الكريم ده كمان بينعم البشرة بشكل فعال جدا، فهيكون مفيد جدا لأصحاب البشرة الجافة، كمان بيخلصك من خلايا الجلد الميت وبيقضي تماما على الكلف وعلى النمش وعلى البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية. كريم الشمام كمان بيقضي تماما على حب الشباب وبيعالج الالتهابات الجلديه، وخاصه اللي ناتجه عن اثار حروق الشمس، لان الكريم ده كمان بيكون مناسب جدا لفصل الصيف، بيحميكي من اثار حروق الشمس على البشره. انا هحتاج بقى لبذور الشمام وهبتدي بقى دلوقتي اضيفها في الخلاط. جبت بقى كده الخلاط وهبتدي بقى اضيف بذور الشمام. هضيف بقى دلوقتي على بذور الشمام 1/4 كوباية من ماء الورد، وماء الورد ده من افضل الحاجات اللي بتفتح البشره وكمان بتعالج التهابات الجلد، وكمان بيقلل الافرازات الدهنيه على البشره وبيكون مقاوم لاثار حروق الشمس على البشره، فهيكون واقي طبيعي من الشمس. هضيف بقى دلوقتي على بذور الشمام 1/4 كوباية من ماء الورد، وهبتدي بقى اخلط المكونات دي مع بعض لغايه ما تنعم كويس جدا. ده بيكون بقى شكل بذور الشمام بعد ما خلطتها كويس مع ماء الورد. هجيب بقى مصفى تكون ضيقه وهبتدي بقى اصفي الخليط ده. هبتدي بقى اصفي كده وهفضل بقى باستخدام المعلقه اضغط عليه كده لغايه ما انزل كل السائل اللي موجود فيه. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما صفيتها. اول مكون بقى هضيفه دلوقتي على عصير بذور الشمام هتكون معلقه كبيره من جل الصبار او الالوفيرا جل، وجل الصبار ده من الحاجات اللي بتفتح البشره جدا وبتعالج التهابات الجلد وكمان بتكون واقي طبيعي من الشمس. ضيف
بقى دلوقتي معلقه كبيره كده من جل الصبار او الالوفيرا جل، هضيف بقى كده زيت اللوز الحلو. بعد كده بقى هبتدي اخلط المكونات دي مع بعض لغايه ما تندمج كويس جدا، لازم اخلطها لغايه ما كل المكونات دي تدوب مع بعض. خلطت بقى كده خلاص كل المكونات مع بعض وبكده خلاص السيروم بيكون جاهز، شايفين قوامه بيكون زي الجل كده. هجيب بقى دلوقتي علبة سبراي بالشكل ده، غسلتها كويس جدا ونشفتها ودي هتكون مناسبة جدا لاستخدام السيروم، هبتدي بقى دلوقتي اضيف فيها السيروم. ده بيكون بقى الشكل النهائي للسيروم بعد ما ضفته في العلبة، بقفل بقى العلبة واحفظه في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام من اسبوع لعشر ايام، لكن لو ضفت عليه كبسولة من فيتامين ايه هيفضل صالح معاك للاستخدام في التلاجة لمدة شهر. طريقة استخدام السيروم، السيروم ده يفضل ان انا استخدمه على بشرة تكون نظيفة، يعني يفضل ان انا اغسل بشرتي في الاول كويس جدا وبعد كده انشفها وبعدين ابتدي استخدم عليها السيروم، وافضل وقت لاستخدام السيروم ده هيكون بالليل قبل النوم. كمان انت تقدري تستخدمي بواقي بذور الشمام اللي انا صفيتها دي كمنظف قبل استخدام السيروم، بتدلكي بيها بشرتك لمدة دقيقة او دقيقتين وبعد كده بتشطفيها بالمية، بتكون منظف ومفتح في نفس الوقت. بعد كده بقى هترشي من السيروم ده على الوجه وعلى الرقبة وكمان على الايدين وهتدلكيه باطراف اصابع ايديك لمدة دقيقة او دقيقتين، وهتسيبيه لمدة تلت ساعة وبعد كده هتشطفيه في الأول بالمية الدافية وبعدين بالمية الباردة. مش متوفر عندك العلبة دي ممكن تجيبي قطنة وتحطيها في السيروم وتستخدميها برضو على بشرتك بنفس الطريقة. استخدمي السيروم ده من 4 لـ5 مرات أسبوعين، ولو حابة تستخدميه بشكل يومي هتستخدميه كل يوم قبل النوم هيديكي نتيجة هايلة. المداومة بقى على استخدام السيروم ده هيديكي نتائج مبهرة في تفتيح بشرتك وبيقضي تماما على الكلف وعلى النمش وعلى البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية، كمان بيكون مضاد للشيخوخه لانه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه. كمان السيروم ده بيكون غني جدا بفيتامين سي اللي بيجدد الخلايا وبيخلصك من خلايا الجلد الميت وبيعالج التهابات الجلد فيحميكي من اثار حروق الشمس على البشره، وبيكون مناسب جدا للاستخدام في فصل الصيف. تقدري بقى تختاري الوصفه اللي تناسبك من الوصفات الثلاثه دي لان كل الوصفات دي بتكون لها نفس الفعاليه على البشره. اتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.